باريس. سهيل المنصوري أسامة هو لاعب نادي الشارجة القادم. تعال سهيل، قادم من نادي الوحدة. هذه أحلى بداية دائما تكون أنك تي وتيب يعني وتسجل هدف. خبرنا عن المشاركة هذه، وبعدين طبعا أبغى أسألك بعد عن أنك رحت دايركت للعنبري وسلمت عليه، هذه لها معاني بعد. لا إن شاء الله. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا أحب أشكر جماهير الشارجة على الحضور طبعا، واشكر الشباب ما قصروا في الملعب نفس ما شفت انت، وطبعا المدرب اعطانا تعليمات ونفذناها في الشوط الاول، نفس ما تشوف جاتنا كم من فرصه وما استغليناها صح، فحصلنا هدف فالحمد لله. نفس ما تشوف دخلنا الشوط الثاني برتم افضل، الحمد لله توفقنا وجبنا الجول الثاني. ارجع واسالك عن العنبري، يعني اللاعب لما يروح للمدرب، هذا ثاني مره يعني، ثاني الجول الاول والجول الثاني، كان العنبري يعني ابغى اختار المصطلح الصحيح، مخلينكم كانكم اسره واحده، الاحتفال يكون عنده دائما. طبعا نفس ما تشوف نحن اخوان داخل الملعب وخارج الملعب، سواء انا سجلت ولا اي حد، كنا فريق واحد واخوان، اي واحد يسجل جول لازم نحن نحتفل مع بعض، لان نحن اسره واحده نفس ما تشوف. عموما الله يعطيك الصحه والعافيه، بنلتقي ان شاء الله في المكزوم بنكمل، لان الحين بس دقيقه عندي اني التقي مع اللاعب.